انا بشوف الشباب، هذا الشباب اللبناني بعت لي هذه الصوره قبل ايام، بيسوي الحين 172 الف يورو شهريا عن طريق الامازون. بس وجيت من فلسطين على المانيا ما كانش مع 117 يورو، كان بجيبتي 117 يورو. ماذا كنت ستغير بحياتك إذا رجعت 10 سنين إلى السابق؟ هذا السؤال طرح لي شاب عربي من المغرب، بطرس، سألني كيف ستغير حياتك إذا كنت اليوم رجعت 10 سنين للماضي. أنا حكيت لك حياتي على اليوتيوب، كيف أنا بلشت في الأمازون، بلشت في الأونلاين أبيع أغراض على الأمازون، بلشت أبيع أغراض وصرت من أكبر التجار في ألمانيا. وأنا صار عندي مشكلة إنه وعدتنا بنك تعطينا مصاري عشان نكبر، كان بالآخر عندنا 20 مليون نسوي بالسنة، وعدتنا بنك نكبر الشغل حطينا 14 شغيلة، و المشكلة صار في انه ما عطوناش المصاري اللي وعدونا فيهن، وهذه بنهاية الحل انكسرت شركتي القادمة. فس انا احكي لك شغلة شو كنت بدي اغير في حياتي. اليوم انا يعني مستشار للشركات كتير، انا نفسي عودت بلشت زي الاطفال، يوم يقعوا لازم يقوموا ينهضوا وينهضوا من جديد، وانا بلشت ابيع وصار عندي الحمد لله شركات كثيره، وان كل الاغلاط اللي عملتها بالماضي انا اشرحها اصلا في عندي زي ما تحكي كوتشنج بروجرام للالمان عامله وبدي اعمله للعرب، عشان هيك انا راح اعمل الكورس عربي. وكثير الناس بيسالوني شو انت راح تغير في حياتك اذا كنت يعني بدك تبلش من قبل. انا قبل 3 سنين بلشت بحياتي احجز، ولا زي ما تحكي اعمل بوكينج على مستشارين ادفع لهم مصاري اللي يفهموني كيف كل شيء مزبوط، كيف الشغل لازم يكون مزبوط، زي ما تحكي منتور او كوتش بيقولوا له. شو الكوتش؟ يعني هذا انسان زي استاذ بعلمك. اذا انت بتذكر مثلا شاطر بالرياضه، مثلا لاعب الفوتبول المحترف بده يكون مدرب عشان هو يكون محترف، وهيك انت بحياتك. اذا مثلا بدك تشتري دار وتعرف بدك تشتري عماره لازم تسال ناس شروا هذه العماره، وهذا شيء يعني انا بنصحك انت اتبع ناس ناجحين في حياتهم. في ناجحين في حياتهم مثلا اذا بدك تحكي عن النجاح العام، في واحد اسمه توني روبنز، هذا بنصحك تنجحوا، انا بنصحك تنجح تراكب الموضوع ده خاصك انت في الامازون اف بي، تراكبني انا، لانه اقول لك بصراحه انا شفت على السوق كله كامل فيش انسان ناجحين على الامازون اف بي بيحكوا لك مزبوط، عشان هيك انا قررت احكي لك هذا الموضوع. وبديش اسوي يعني تفاخر بحياتي او اشي، بس انا حكيت لك شو لازم اغير بحياتي. انا لو اني رجعت 10 سنين بالباضي راح اقلل الكوستا، اقلل يعني التكاليف تاعتي. التكاليف تاعتي كانت كتير عالية، يعني مثلا انا بشوف الشباب، هذا الشباب اللبناني بعت لي هذه الصورة قبل ايام، بيسوي الحين 172 الف يورو شهريا عن طريق الامازون. بس وقف هذا بدون شغل مش راح يعني شيء، واحد يقول لك بتسوي انت شغل اشتري كرسي وبدون شغل بتصير انت ناجح، هذا حكي فارط، لانه بدك تشتغل انت بدك تتعب، الشغل هو مهم، هو اللي بجيب لك الارباح. وسؤالي انا كيف شو كنت راح اغير؟ انا سويت كثير اغلاط، انا حطيت شغيله مثلا، شغيله اوكي منيح تشغل الناس يعني منيح، بس انا المشكله الامازون اذا بدك تبيع انت اونلاين لازم يكون عندك الكوست، عندك التكاليف مش عاليه، اذا تكاليفك عاليه تخيل انت زي في هذه لعبه الموسيقى اللي بيعزفوا عليها هذه، يوم مثلا تكبر الكوست تاعك فانت بتقدرش تتحرك على السريع، ويوم تصغر مثلا انت لازم تكون يعني متحرك، ما تسويش عقود وين ما تروح. يعني المهم انت تفهم توفير المصاري مهم جدا، حتى انت لو تقول اوكي معيش مصاري معيش راس مال، انا شرحت لك في فيديوهات اخرى على اليوتيوب كيف انت بتسوي راس مال، هذا مهم انت تفهم انه الامازون اف بي اذا بدك تدخل بالتجارة الالكترونية بدك راس مال، وانا بقول لك الامازون اف بي احسن بزنس تدخل فيه حاليا اذا بدك تبيع انت بضاعه، لانه مثلا هذه البضاعه بتقدر تشتريها بدولار دولارين وبتقدر تبيعها على الامازون 14 او 15، هذول بتحكي عن انت يعني ارباح عاليه، وامازون بتاخذ من الارباح هذه النسبه، وهذه النسبه يعني حوالي 15 ل 20%، اذا بدك تدفع مع دعايات 30%، واحسب هذه 30% زي ما تحكي عمولتهم عشان يجيبوا لك الزباين، لانه هم عندهم الزباين، عندهم كل معلومات الزباين وعندهم وثيقه الزباين، وهذه مش زي صفحه تفتحها في الانترنت، والامازون شغله سهله تبلش فيها انت اذا بدك تبلش. اذا عجبك الموضوع تبنى قناتي، اكتب لي تعليق شو اشرح لك بالفيديوهات القادمه عشان تتعلم.
اتعلم. وزي ما حكيت لك انا شكرا جزيلا على كل التعليقات اللي بتكتبوا لي هنا على اليوتيوب. انا راح اسوي لكم فيديوهات على التعليقات شو بتطلبوا انتم. وانشروا الفيديو هذا على اصحابك وعلى كل الناس بدهم يغيروا بحياتهم. كمان على شغلة توفير المصاري بدي احكي لك على شغلة توفير المصاري كمان شغلة. وانه في ناس مثلا بيشتروا لهم اواعي غالية وهم معهم مش مصاري. يعني انت مثلا صغير ومعكش مصاري ليش تشتري لك جوتشي لوي فيتون شغلات زي هذه غالية؟ اشتري لك اشي ما بيش له اسم يعني منظره حلو كفاية. مش ضروري تشتري اشي غالي وتصير انت فقير عشان تلبس حلو. هذا حكي فارط. لانه مثلا الناس الاغنياء يعني انت لاحظت الناس الاغنياء بيوفروا وبتعلموا وبيعملوا انفست يعني بيعملوا زي ما تحكي تجربة وبعملوا توفير المصاري عشان يتعلموا. تعليمهم هو المهم لأنه مخك يوم تتعلم أنت بتقدر تبني زي سيستم تبني نظام اللي يسوي لك هو المصاري. مثلا أنت بنيت أمازون بيزنس أو صرت تشتري دور هذول البيزنس بصير يشتغل إلك يصير عندك شغيلة هم بيشتغلوا إلك. وإذا أنت عرفت أنه مثلا أنا وقعت في حياتي وقعت وقعة قاتلة يعني كنت أسوي 20 مليون وانكسرت وبلشت من جديد بشركات الحمد لله وناجح الحمد لله نطق على الخشب. بس المشكلة لو أني أنا ما فيش معي هذا بالمخ كان ما كنتش أبدلش أكتر يعني بجديد. لأنه المخ هو اللي بيساعدني أني أنا أصير ناجح. لأنه مش النجاح هو معك مصاري. إذا أعطيتك أنا مصاري يعني كثير ناس بالعرب بكتبوا لي أعطيني مصاري أنت شايفك ناجح. يعني أقول لك بصراحة لو أعطيك مصاري لو أتبرعني لك الحين 5,000 دولار أوديهن على حسابك صدقني راح تصير أنت أفكر من ما قبل. لأنه أنت لازم تصير عندك الخبرة كيف أنت تجيب المصاري كيف طعم المصاري. لأنه أنا بالبداية أصلا يوم ما جيت من فلسطين على ألمانيا ما كانش معي 117 يورو كان بجيبتي 117 يورو. وهذول أنا بلشت الشغل كنت بالأول أكل بطاطا أطبخ بطاطا أو معكرونة هذا كان أكلي لأنه ما كانش معي مصاري كثير عشان أدرس. دراستي كانت مكلفة بعدين دخلت بالتجارة استثمرت مصرياتي بعدين تدينت من أقرباء من عمتي مصاري عشان أكبر الشغل. بس إذا أنت بتعرف شو شغلك شو ماشي شغلك راح تكبر. يعني إثق بحالتك ثقتك بالنفس مهمة جدا وتعليمك مخك لازم تكبره. يعني لازم تقرأ كتب أو تتابع قنوات ناس ناجحين تتعلم منهم زي ما تحكي هذول مدربينك اللي بنصحوك كيف أنت تصير ناجح. إن شاء الله شرحت لك شيء مهم بهذا الفيديو. زي ما حكيت لك إذا عجبك انشر لأصحابك انشر لكل الناس المهتمين كيف الواحد يسوي بزنس في الأمازون. اتفرج على القناة تاعتي انساش تطق على الجرس تتبنى القناة لأنه راح اشرح لك هناك كتير معلومات جدا منيحة كيف انت بتشتغل على الأمازون كيف انت تصير ناجح في الأمازون كيف تسوي بزنس ناجح كتير على الأمازون عشان نحطم السوق إن شاء الله. كل الإخوان العرب ومع السلامة.